أقول لك بقية العمر سامية اللي حبتك من 18 سنة وبتحبك لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. سميحة أيوب. لا يا شيخ، روحي نامي، روحي. عمر الحريري. لا 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 لا، أستغفر الله العظيم، لإنسانة تستاهل كل خير. صلاح منصور. وانتصر الحب. وانتصر الحب. تأليف محمود الشربجي. الموسيقى التصويرية عبد الحليم نويرة. إخراج عصمت حمدي. ايه رأيك بقى؟ تحب ارقص لك؟ وبتعرفي ترقصي؟ ولا سهير زكي. استنى، ناولي الاشارب اللي جنبك ده، عندي اسطوانة ترقص جنان. يلا. ايه رأيك يا سهير؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي هيجي دلوقتي؟ ده البواب، بعته يجيب لنا ايه؟ انت هتفتحي له وانت متحزمه كده ولا يهمك، انا حره في بيتي وانا هقف اتونس معاك. مين؟ مساء الخير يا سوسن. اهلا. ايه بتفك الحزام ليه؟ مش هتكملي رقص؟ رقص؟ هيكون رقص ايه يعني؟ رقص بلدي. ايه هفضل واقفه كده على الباب؟ ليه بتساليني؟ هي زيارة مش في ميعادها صحيح، لكن كان لابد منها ولا ايه؟ في حد عندك؟ ايوه. لا 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 ايوه لا 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 ايوه. ممكن ادخل من غير ايوه او لا؟ ممكن. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. مخبيها فين؟ نعم نعم الله عليك، بلاش استعبط عليا مدام. بلاش ال هتقولي ايه؟ بلاش الالفاظ دي، مش كده؟ اظهر وبان يا سي صلاح. صلاح. سامية. مساء الخير يا صلاح بيه. ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي خلاك؟ هي دي المشكلة، ده اللي مزعلك يا استاذ. تكلمي عدل. حاضر، بس خلي حضرة السكرتيرة تقف عدل وتروح تلبس اي حاجة تستر نفسها. لا بقى، انا استحملتك كتير يا مدام، ما تنسيش انك في بيتي. حاجة ما تشرفش. سمع يا صلاح، اخرسي. اخرس؟ انت اللي تخرس. بتقول لي اخرسي علشان واحدة زي دي؟ مالها الواحدة اللي زي دي يا ست هان؟ يا خطفت الرجال. طب على مهلك شوية، حسبي على الوفاء والاخلاص والامان لحسن يقعوا منك. كلبة. تاني انت زودتيها قوي. فادي ايدك يا صلاح. ايدي اقطعهالي في ايدك دي. الكلبة استهانم، هي اللي تخون. راسي. هي اللي راسي. برا برا، اخرجي برا. يلا يا صلاح. صلاح ما هوش خارج من هنا. اسمعي يا بنت انت، خدتي اللي هتسمعي. اسمعيها كويس يا سامية، روحي وانت. لا اوعى تكمل، اوعى يا صلاح، اوعى ارجوك. مش هنا، مش علشان واحدة زي دي. مش هنا، مش هنا، هو مش في البيت. طيب طيب يلا اتفضلي، اتفضلي من هنا. مع السلامة.
دموع دموع. لا مفيش دموع بعد كده. بعد ايه؟ بعد الذل ده كله؟ ايه الذل؟ ايوه امال ايه؟ قد ايه جرحك بكلامه؟ قد ايه اهانك؟ قد ايه جاب راسك في الارض لانك ضعيفه وخوافه وجبانه جبانه؟ لا انا مش ضعيفه مش خوافه انا مش جبانه. انا مش عايزه اضيع حبي العظيم مهما كان الثمن. تضحكي على مين؟ على نفسك بعد ما شفتيه مع واحدة تانية في شقتها؟ وتطلع مين الواحدة التانية دي؟ سكرتيرته البنت اللي كنت بتحبيها وتعطفي عليها، طردتك من شقتها، سلتك، خلاص راحت عليكي، راحت عليكي. اصحي يا هبل اصحي، بصي لنفسك كده في المراية، بصي، شايفة جمالك، شعرك، عينيك، شفايفك، صدرك، عولك كله؟ ده انت تهوسي، تحركي، ما تدفنيش نفسك بالحياة علشان انسان ما يستهلكيش وبيخونك عيني عينك. يعني هعمل ايه؟ جبانة وكمان خايبة مش عارفة تعملي ايه؟ جوزك بيخونك؟ خونيه؟ لا 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 ليه لا؟ بيخونك علنا، خونيه في السر؟ لا 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 لا. بيتهمك بالخيانة وانت بريئة وانت عايشة الحرمان، وبعد كده بيستمتع مع غيرك. غيرك شفتيها كانت لابسه له ايه؟ كانت متحزماه له ازاي؟ ليه ما تديش نفسك نفس الحقوق؟ ها؟ هو خاين؟ خونيه؟ هو بيهينك؟ هنيه؟ أيوة خونيه، وهنا في بيته. أخون؟ أخونه؟ وهنا في بيتنا؟ أيوة أيوة يا سامية، هنا في بيته، في بيته، في بيته. ما تخليهوش ينتصر عليكي، زليه زي ما زلك، هنيه زي ما أهانك. ألو؟ يا كلبة 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 كلبة. أنا سامية، سامية محمود. سامية؟ مدام سامية؟ بقول لك سامية، إيه بقى حكاية مدام دي؟ سامية، وإيه اللي جابك في ساعة زي دي؟ هي ساعة كام؟ 2:30. إيه؟ وجاية ليه هنا دلوقتي؟ علشان أكون معاك وياك يا محمود. مدام سامية، وليه أنتِ؟ ليه أنتِ كده؟ كده؟ كده يعني إيه؟ عريانة. محمود ازاي شفتني وانت وانا اعمى؟ مش كده، شفتك من خلال صوتك يا سامية. سكتي ليه؟ ايوه ابكي ابكي على قد ما تقدر يا سامية. اصلك مش عارف حاجة يا محمود، تصور صلاح بيتهمني بالخيانة وكل ده استحملته لغاية دلوقتي. وبعدين عايزة ايه؟ عايزة فعلا تثبتي له ان شكه كان صح؟ عايزة تبقي زيه مش كده؟ سامية الانسانة المحبة، الزوجة الوفية المخلصة اللي تحملت كل ده، انهارت واستسلمت وعايزة تبقى فعلا زي ما قال صلاح؟ عايزة تؤكدي وهمه؟ لا 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 يا سامية. امال اعمل ايه؟ حتى السؤال ده مرفوض، مرفوض يا سامية.
سمية طول عمرها كانت وفية ومخلصة وطهرة، ولازم تفضل كده على طول مهما كانت الظروف. وتأكد يا سمية ان ربنا مش ممكن حيخذلك. ما تضعفيش، ما تستسلميش، ما تتهاونيش في حقك وتضيعيه. تمسكي بيه، تمسكي بأصلتك. ما تفتكريش ان ده ضعف منك، لا ابدا يا سمية. اثبتي انك بريئة من كل تهمة. اثبتي انك بريئة من كل تهمة. ايوه، وبعد كده ليا كلام معاه تاني. برضو ما تتوعديش سمية، ارجوك اطلعي اوضتك بقى. وانت محمود ارجوك تسامحني، انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا لا لا، شكرا على حاجه. روحي روحي سامي اوضتك، تصبحي على خير. ما تقوليش كده، هو ده اللي حصل يا هاني. ودلوقتي افهم ايه؟ انه كان بيت هناك عندها. امال هيكون فين؟ بنت الابلسه، والله هين علي اروح لها هناك. هند يا قلبك الطيب، ده لو كان جمال. بس يا هند جمال جاي. طيب صلاح ما راحش الشركه النهارده. ايه؟ وهي السكرتيره الحسناء. صحيح، مين اللي رد عليك؟ هي اللي ردت وبتتكلم بكل هدوء وذوق. نعم نعم، وانت كمان بقى بكل هدوء وذوق. ألا ايه يا هند، مخك راح فين؟ هي الوحدة بقى فيها مخ بعد اللي سمعته ده، رجالة ملهاش امان. اسمع يا سامية، مع احترام رأيك وحرصك على كتمان مشاكلك العائلية، انا شايف اني لازم اتكلم مع صلاح. ارجوك يا جمال مفيش داعي. يا سامية انا صديق وانا مراته يا جمال، معلش. بس انا يعني مش هفضل ساكت كده واتفرج عليكم. اسمع يا جمال، هو لو كان عايزك تعرف او تتدخل كان ضروري شكالك. هو طبعه كده، بس يعني ما بسش ولا حاجة. انت بكرة تروح له المكتب عادي خالص وتقول له انك سألت عليه وسامية قالت لك انه كان بايت بره وبس، وشوف هيقول لك ايه. مين عارف، يمكن يفتحك في الموضوع وساعتها تبقى تتكلم زي ما انت عايز معاه. والله انا خايف افضل اسمع كلامك ده وبعدين ارجع عندهم. انا مقدرة شعورك يا جمال. والنبي انت بطلة يا سامية. بطلة اخ، بس لو تسيبيني على البت المفعوصة دي اللي اسمها نيلة دي والأسوسة. ايه ما انت كنت بتقولي دلوقتي ما تصرفش. اخ يا ناري، معك حق. وانت يا سامية الله يكون في عونك. انا حسافر اسكندرية. ايه اسكندرية؟ غدا نلتقي محمود الشربجي عصمة حمدي.